مساء الخير على حضراتكم، اهلا بكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم يوم الاربعاء 13 مارس 2024. النهارده عندنا فقرتين ارجو ان هم يكونوا يعني من المساحات اللي بتهم حضراتكم في الشأن اللي حوالينا. يعني عندنا وساطة مصرية نجحت في ان هي تعمل اجتماع متوقع لسه ما حصلش ما بين الفريق البرهان وما بين حميدتي قائد القوات الانقاذ السريع بتاعة السودان، ونتمنى انه هذا اللقاء يجي من وراه خير ويوقفوا نزيف الدم. والحقيقة محدش هيقدر يفوت الفرصة مهما قعدت تحكي لأي إنسان بسيط، يعني كلمة دي مناسبة، مهما قعدت تحكي له أن الناس طمعانة في ثروتك وأن الناس بتحاول تديك أنت فلوس علشان تدمر بلدك وعلشان إخواتك ومراتك وعيالك، والناس دول هيتقتلوا يعني، بس المهم أنت معاك فلوس. طب وبعدين؟ طب ما بلد خربانة، هتعمل إيه بفلوس في بلد خربانة؟ مهما قعدت تقنعه، لأنه هو أصلا ما عندوش هذا الوعي اللي خلاه يفوت على الآخر هذه الرغبة وهذه الأطماع. فالأطماع في السودان دولة غنية جدا جدا رغم أن عملتها في الحضيض، لأن يعني مفيش إدارة، مفيش سياسة. وهنا تعرفوا أهمية السياسة، أهمية أنه يبقى في حكومة، أهمية أنه يبقى في من يسوس الأمور، من يقود دفة الدولة. السودان مليانة معادن، مليانة صمغ، مليانة ذهب، مليانة كنوز، مليانة بترول، لكن طمع القوى اللي بتسمي نفسها القوى العظمى في هذه الكنوز والنفائس اللي بتسخر بها السودان، ومن ناحية أخرى نكاية في مصر وأملا في إسقاط مصر، السودان كل واحد يعني واقف ضد التاني والناس بتموت بعض والشوارع كلها دم وبقالها عشرات السنين على كده. فلو فاقوا يبقى خير وبركة. حوالين هذا الموضوع يكون معنا الدكتور الحسيني حسان خبير الشأن الأفريقي، ونتكلم ونشوف هل في فعلا فرص حقيقية، وهل أعاد قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان مع حميدتي اللي هو قائد ميليشيات إرهابية في النهاية، يعني هل هو لقاء ممكن يثمر عن شيء؟ هنشوف. عندنا كمان موضوع التحول الرقمي في الزراعة، ده موضوع اتكلمنا فيه كتير، وممكن يوفر أمن غذائي لغاية فين؟ احنا كلنا مشغولين دلوقتي بالسلع الغذائية وأسعارها وإيه اللي طلع وإيه اللي نزل، وهل التعويم هيقلل سعر الاكل، ولا اللي كان جايب حاجه جايبها بالسعر القديم، ولا ايه ولا ايه. هيكون معانا الدكتور خالد عياد الاستاذ بمركز البحوث الزراعيه علشان يعني يقول لنا رايه في هذا الموضوع. عايز ابتدي معاكم بقى بخبر شديد الاهميه. امبارح كان صدر قرار بتبكير امتحانات الاعداديه والنقل، بحيث تبقى بدل حاجه و20 تبقى 4 مايو. وانا قلت انه امبارح 4 مايو ده يوم سبت النور، وده يوم خطر جدا جدا، ومفروض ان انت ما تجيش جنب اسبوع الالام بالكامل، وان ده معروف من السنه اللي فاتت، وان دي مش حاجه طلعت لنا فجاه، وهنعمل ايه في ال 21 يوم اللي بدرناهم. تعالوا نشوف جزء من حلقه امبارح، وبعد كده هقول لكم بقى خبر كويس قوي. الأول عايزين تبرير من وزير التربية والتعليم لتبكير الامتحانات 3 أسابيع. ثانيا عايزين تبرير حضرتي. ثانيا عايزين تبرير، طب العيال تعمل ايه لما انت رجعت لورا شهر؟ طب ما تلغي لهم اجزاء من المناهج او تقول هتعمل ايه. ثالثا يعني عايزين حل بقى لاسبوع الالام، مش كل عيد هنقعد نهاتي في القصة دي. ويعني انا حتى مع تخفيف بعض المناهج دي، انا كناحيه تربويه انا شايفه ان هي تتضر بمصلحه الطالب، خصوصا في الشهادات، لانهم في اسئله بتبقى تراكميه في الامتحانات. ايوه فلازم يبقى عندهم خطه زمنيه، تبقى في وقت ان المناهج
كما يجب تدرس وكما يجب يتم تطبيقها. ليه أي. كل سنة يتكرر نفس المشكلة؟ عدم تناسب المدة الزمنية للدراسة مع المناهج، ونبقى في تحوسة وربكة ومضاعفة دروس خصوصية عبق على ولي الأمر. وكمان في حاجة تانية، يعني من دلوقتي بقى عشان طالما هما بيعملوا إعداد للجدول، ياريت يبقى في تنسيق في وضع المواد. ما ينفعش إن نلاقي مادتين مع بعض في نفس اليوم، والطالب خصوصا أولى ثانوي ما بيعرفوش هيذاكروا إزاي لما يبقى في مادتين يعني ما دسمين. فمن أولها إن يبقى في مراعاة عند إعداد الجدول، بحيث إن إحنا نسمح للطالب بالمراجعة قبل الامتحان ويدخل بالامتحان بأريحية. يعني ما فيهاش حاجة إن إحنا نمد أيام الاختبارات. بشكرك جدا. وفي حاجة ثانية، يعني هم دلوقتي بيقولوا طب إحنا عندنا امتحان شهر، طب هو امتحان الشهر بيستقطع كمان من الدراسة، وعندهم مهام أدائية، فكل ده وفي الآخر تبكير في ميعاد الامتحانات. أنا بشكرك يا أستاذة، معضلة كبيرة. شكرا جزيلا دكتورة داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة التربوية. ولو سمحت يا دكتور رضا، لو سمحت لما تتخذوا قرارات هتيجي على دماغ الطلبة وأهاليها، اسألوهم الأول، غيروا لهم مواعيد امتحان الشهر، الغوا امتحان الشهر الأخراني، الغوا المهام الأدائية. عشان واحد يمتحن من 4 مايو يعني لازم يكون من نص إبريل ما عندوش حاجة جديدة بياخدها علشان يراجع، وبالذات شهادة. لما هتخففوا جزء من المناهج ده، إذا خففته هيطلع السنة اللي بعدها ما يعرفهاش، ومدرس أولى ثانوي ومنهج أولى ثانوي هيضطر يحكي له اللي ما خدوش. ليه كده؟ ولما تبدروا 3 أسابيع، ما هو معروف من أول السنة اللي فاتت، من بعد عيد القيامة اللي فات، إن عيد القيامة بتاع السنة دي جاي إمتى، وأسبوع الآلام جاي إمتى. إحنا مش كل عيد هنهاتي، ده شيء صعب جدا. الحقيقة في استجابة مشكورة جدا من الدكتور رضا حجازي، إلى أن يصدر توجيه من معالي رئيس الوزراء بهذا الأمر، ويكون ثابت ودائم إنه يحظر تماما عقد أي امتحان في مدرسة أو في جامعة في عيد من أعياد الأقباط. إحنا محتاجين ده بصراحة بشكل رسمي وثابت، عشان مش كل سنة يبقى عندنا 2 مهاتية، مرة في عيد الميلاد ومرة في عيد القيامة. بس أنا إلى الآن إحنا بنشكر جدا دكتور رضا حجازي الحقيقة، وزير التربية والتعليم، اللي كان عنوان الخبر في كل الجرائد النهاردة، مراعاة لعيد القيامة المجيد تعديل موعد بداية امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للمرة الثانية، بداية من 8 مايو بدل 4 مايو حتى 23 مايو، مراعاة لعدم عقد أي امتحان خلال أعياد الإخوة المسيحيين. وطبعا احنا سلطنا الضوء على هذه القضية بالأمس وقبلها، والنهاردة الحقيقة يعني كمان كنت بتكلم مع مسؤولين في إحدى الجامعات، علشان برضو مفيش داعي أبدا إن إحنا نحط الناس في المسألة دي. كل سنة كده يبقى الناس قلقانة ومتحسبة يعني، فأتمنى إنه لا يبقى في امتحانات شهر ولا يبقى في امتحانات جامعة اللي هي الميد ترم ولا أواخر ولا معامل ولا أدائية ولا حاجات ديت خالص. ومرة تانية بشكر جدا وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي على هذه الاستجابة المقدرة جدا مننا. وأنا دايما أقول إن الجمهورية الجديدة هي البلد اللي فيها نبض الناس بيوصل للمسؤول بأسرع ما يكون. أما المسؤولين اللي كانوا في فترة من الفترات ودن من طين ودن من عجين، والناس بتهاتي في الشارع والكاميرا بتاعت الرسمية على كوبري فاضي، ده خلاص يعني أصبح لا يمكن أبدا في هذا التوقيت يعني. طيب نروح مع حضراتكم لاجتماع الأربعاء، كان قداسة البابا المعظم الأنبا طبادروس الثاني قد يعني أعلن توقف الاجتماع وعودته مع بداية الصوم الكبير. و الحقيقة النهاردة قداسة البابا في
الاجتماع اجتماع الاربع تحدث عن حادث استشهاد الثلاث اباء رهبان في دير القديس ماري مرقس والقديس انبا صمويل المعترف في جنوب افريقيا، ووجه التعزيه في الشهداء، واكد ان النيابه هناك بتقوم بدورها وان تفاصيل الحادث لم تحدد بعد، واعلن سفر بعض الاباء الاساقفه لجنوب افريقيا، وتكليف اب كاهن كان بيخدم في افريقيا 15 سنه بانه يتوجه الى جنوب افريقيا لمعرفه تفاصيل الحادث، واشار الى ان الشهداء الثلاثه سيدفنون على الاغلب في احد الاديره في مصر، حيث طبعا الكنيسه الام واسرهم لانهم مصريين. ووجه قداسه البابا الشكر للمؤسسات الاسلاميه والمسيحيه اللي بعتت برقيات تعزيه، ووجه الشكر للخارجيه المصريه على متابعتها الحسيسه للحادث، وده البيان اللي اصدرته الخارجيه المصريه النهارده اللي هنشوفه وهكلمكم عنه بعد ما نشوف كلمه قداسه البابا. يا إخوتي الأحباء، يعز علينا أن نودع أبنائنا الرهبان الذين قتلوا واستشهدوا في ديرنا القبطي في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ. لنا دير اسمه دير القديس ماري مرقس الرسول، وهو الدير الوحيد لنا في الكنيسة القبطية على هذا الاسم، ومنذ تأسيسه عام 2007 بيد نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب أفريقيا، ربنا يديله الصحة ويعافيه من الأتعاب الموجودة عنده. تأسس الدير في زمن البابا شنودة، ثم اعترفنا به في سنة 13، وصار ديرا من أديرتنا القبطية الموجودة في خارج مصر، وابتدينا نبعت بعض الأباء الرهبان عشان تعميره، من ضمنهم أبونا تكلا الصموئيلي اللي استشهد مع إخوته الراهبين التانيين، أبونا يوسوس أفا ماركوس وأبونا مينا أفا ماركوس. حتى الآن التحريات والتحقيقات والنيابة في جنوب أفريقيا بتقوم بدورها. هو حادث أو جريمة أو اعتداء إجرامي تم، تفاصيله الناس بتقول كلام كتير لكن تفاصيله لم تحدد بالتحديد. عارفين الكلام ده ما ينفعش فيه اي كلام كده، وعشان كده لا تستمعوا كل واحد بيألف له قصة وبيألف له حكاية. الحاجة اللي بنتأكد منها بنطلع بيها بيان في الكنيسة. عشان كده انا بشكر المؤسسات في مصر، المؤسسات الإسلامية والمؤسسات المسيحية اللي أرسلت لنا برقيات تعزية أو رسائل تعزية أو أصدرت بيانات للتعزية ولإدانة الحادث. أيضا بشكر وزارة الخارجية المصرية، بتابع الحادث كويس قوي، وأيضا سفيرنا معالي السفير أحمد الفضالي في جنوب أفريقيا من أول لحظة للحادث وهو متواجد ومتفاعل ويا الأباء وسهل كل الأمور. لغاية النهاردة محددناش معاد للجناز، غالبا هيدفنوا في مصر هنا في دير من الأديرة. انتوا عارفين الراهب بيدفن في ديره يعني، وبنعزي أسرهم، بنعزي الكنيسة هناك، وبنعزي أنفسنا، وعالمين ان زي ما كلكم تعرفوا ان الراهب أساسا حياته ابتداها كراهب، بنتصلى عليه صلاة الأموات مش كده، صلاة الراقدين. واللون اللي الأسود اللي بنلبسه ده هو رمز لتراب الأرض، كأننا مدفونين في تراب الأرض. عشان كده يمكن الله سمح بهذا لكي ما يكللوا بأكاليل الاستشهاد، يعني خدوا أكليل الرهبنة ودي أكليل الاستشهاد. ربنا يعزينا كلنا في الكنيسة، وبالطبع حادث مؤلم جدا، و حياتنا يعني كلنا احنا بنشكر الله على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. زي ما قلت لحضراتكم قداسة البابا تودروس تاني كان قد يعني اعطى فترة راحة من الاجتماع الاربع الاسبوعي منذ اخر ديسمبر الماضي لمدة دلوقتي حوالي 10 اسابيع، 72 يوم بالتحديد،
واستؤنف في الاجتماع اليوم بعظة في كنيسة ماري جرجس بمنطقة هليابوليس. أروح مع حضراتكم بقى للخارجية المصرية اللي أصدرت بيان النهاردة وسفارة مصر بجنوب أفريقيا. البيان بيقول: وزارة الخارجية المصرية وسفارة مصر بجنوب أفريقيا تتابعان بصورة حثيثة التحقيقات الخاصة بحادث استشهاد 3 رهبان مصريين في دير القديس ماري مرقس الرسول والقديس أنبا صموئيل المعترف بجنوب أفريقيا. قام سفير مصر بجنوب أفريقيا أحمد الفضلي وأعضاء السفارة بالانتقال فورا لموقع الحادث، وبعد التواصل المباشر بقيادات قطاع المباحث والأدلة الجنائية بوزارة الشرطة الجنوب أفريقية التي بدأت بدورها التحقيق في الحادث فورا، وحرص السفير على التواصل بشعب الكنيسة في مقر الدير للتعزية وتأكيد متابعة السفارة الحثيثة لمجريات التحقيق لكشف ملابساته وكشف هوية الجناه ومحاسبته. طبعا زي ما قال قداسة البابا، أول ما هيكون في تفاصيل مؤكدة هيصدر بيها بيان من الكنيسة في شفافية كاملة. فضيلة المفتي يندد بحادث دير القديس ماري مرقس الرسول والقديس أنبا صموئيل المعترف بجنوب إفريقيا، أعرب عن خالص تعزياته للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأسر شهداء الاعتداء الإجرامي بدير القديس ماري مرقس الرسول والقديس أنبا صموئيل المعترف بجنوب إفريقيا. وقال فضيلة المفتي في بيان لي أن الرهبان الثلاثة كانوا يؤدون عملهم بأمانة وصدق، لكن يد الإجرام والإرهاب واستحلال الدماء ما زالت تمتد عبر بلدان العالم لتسفك الدماء وتعبس بالأرواح البريئة دون وازع من دين أو ضمير، ودعا إلى التصدي لجرائم الغدر والإرهاب الذي لا يفرق بين مسلم ومسيحي. وأعرب فضيلة مفتي الجمهورية عن تقديره لجهود السفارة المصرية بجنوب إفريقيا في هذا الشأن، ودعا الجهات المسؤولة هناك لاتخاذ اللازم لينال المجرمون عقابهم. طيب أروح مع حضراتكم لأخبار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي قال النهاردة أن مباحثاتي مع رئيس وزراء هولندا ركزت على الحرب في غزة، حيث استقبل الرئيس مساء اليوم بقصر الاتحادية رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا. شهد اللقاء تباحث بشأن تطوير العلاقات الثنائية مستجدات الأوضاع الإقليمية. عقب جلسة المباحثات عقد السيد الرئيس مع رئيس وزراء هولندا مؤتمر صحفي مشترك، أكد خلاله السيد الرئيس أن المباحثات تناولت تأكيد التزام البلدين باستكشاف سبل دعم العلاقات الثنائية، وأشار من ناحية أخرى لأن المباحثات ركزت على الأوضاع في المنطقة وتحديدا الحرب في قطاع غزة. ناخد جانب من كلمة السيد الرئيس في المؤتمر الصحفي ونرجع مع حضراتكم. يشرفني يكون معايا على الهاتف دكتور فرناز عطية باحثة الشؤون السياسية والإقليمية. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بسعادتك معانا. يعني زيارة رئيس وزراء هولندا لمصر في هذا التوقيت، ومش عايز أقول يعني الكلام الإعلامي إن حرب في غزة بتمر بمنعطف خطير لكن هو فعلا إحنا في لحظة برضو صعبة، يعني بالنسبة لأن كانت الناس كلها في العالم متوقعة على الأقل في شهر رمضان إنه لازم تتوقف الحرب وإن الناس دي تنعم بشيء من العبادة والاحتفال بهذا الشهر. النهاردة في أمريكا بايدن بيقول يجب أن تقف إطلاق النيران يقف فورا في غزة، بس طبعا خلاص احنا عرفنا أنه محدش بيسمع له كلمة يعني في إسرائيل. فعايز أعرف تقييم حضرتك للموقف بشكل عام وتوقيت وأهمية زيارة مارك روتا لمصر النهاردة. هو طبعا بالنسبة للوضع زي ما حضرتك قلت إن هو بيمر بمنعطف خطير جدا في الفترة الراهنة فيما يتعلق بأزمة غزة، وخصوصا مع ان اسرائيل هددت بان هي هتقوم بعمليه في رفح الفلسطينيه. أيوة. وبالتالي ده هيسيء من الوضع الموجود، هيزداد الوضع سوءا طبعا، وتزيد المأساة الخاصه بالوضع الانساني ويهدد كثير طبعا من يهدد كثير من الفلسطينيين اللي موجودين، وخصوصا ان معظمهم بقى دلوقتي متكدس في منطقه رفح.
أنا بس مستعجب يا فندم وحياتك برضو يا تشاركيني استعجابي يا تصلحي لي إنه القادة الأوروبيين بيجوا يقولوا نحن نعول كثيرا ونحترم كثيرا جهود مصر، والنهاردة روتا بيقول للسيد الرئيس لقد أثبتت أن لك ثقلا كبيرا في المنطقة. طب وبعدين يعني حدش منهم بيجي يقول إحنا ناويين نضغط أو نرفض أو نقول إن إسرائيل مجرمة أو إنه هذا لابد أن يتوقف فورا؟ لا لا، هما بيجوا ينورونا ويشكرونا على مجهودنا ويرجعوا تاني. هو ده طبعا لأن هما مش هيقدروا علانية يختلفوا مع إسرائيل بشكل علني. هما حتى دايما بيلقوا لغاية دلوقتي اللوم على حماس وإن حماس هي سبب الأزمة اللي اندلعت، لكن ما بيجرموش الأعمال اللي بتقوم بها إسرائيل. يعني حتى لو احنا قارنا كده نظريا بما بالخسائر التي تكبدتها اسرائيل بسبب عمليه طوفان الاقصى التي قامت بها حماس، والخسائر التي يتكبدها الفلسطينيين وما زالت مستمره الى يومنا هذا، طبعا فرق رهيب جدا. فبالنسبه للقاده الاوروبيين زي ما قلنا هو ما يقدروش يقولوا بشكل معلن ان هم معارضين لسياسه اسرائيل. طيب. ويجرموا الاعمال التي تقوم بها. طيب خلينا فيما يخصنا، ما دام ما فيش عندهم حاجه ولا اي وسائل ضغط ناويين يعملوها غير ان هم يجوا يشكرونا كتر خيرهم، ايه بقى مجالات التعاون اللي حياتك شايفاها مهمه بيننا وبين هولندا؟ لان النهارده برضو جانب مهم من الزياره كان بينصب على تعميق العلاقات الثنائيه بين مصر وهولندا. هو جانب مهم في الزيارة طبعا هو ان العلاقات الموجودة بين مصر وهولندا سواء على المستوى السياسي، في تم مناقشة عدد من القضايا المختلفة الخاصة بالسياسة والأمن في الشرق الأوسط وفي منطقة شرق أفريقيا والساحل الافريقي وملفات كملف ليبيا وسوريا واوكرانيا. وكان في توافقات في الرؤى ما بين الجانب المصري والجانب الهولندي. من ناحيه ثانيه بالنسبه لي الملف برضو الخاص بالوضع او الوضع الخاص في البحر الاحمر المثير للقلق طبعا الذي ايدت فيه هولندا مصر ان الوضع الحالي بيهدد التجارة والشحن الدولي. من ناحية ثانية أنا بكتفي بكده وبشكر سعادتك على وجودك معنا دكتورة فرناز عطية باحثة في الشؤون السياسية والإقليمية. بس قبل ما أطلع فاصل عايز بس أقول لحضراتكم أنه في حجم تبادل تجاري وصل إلى 1,655,000,000 يورو بين مصر وبين هولندا. ففي علاقات كبيرة وفي مجالات اقتصادية بيحصل فيها تبادلات قوية في الموارد المائية، في الري، في الصحة، في النقل، في البيئة، في حاجات كتير الحقيقة. ونتمنى انه هذه الزيارة تكون نذير خير، لانه وزير المالية كان بيتكلم عن دعم اوروبي لمصر حوالي 20 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي. فأتمنى أنه ده يكون يعني، وكمان البنك الدولي غير صندوق النقد في حوالي 3 مليار، فالكل يتحدث عن مليارات كثيرة تتدفق على مصر من الدولارات، وإن شاء الله نحسن إدارتها ونرفع بيها شأن حياتنا، ويعني تكون خطوة جيدة لرفاهية هذا الوطن وسط حلقة من النيران. خلونا نخرج فاصل ونرجع نكمل أخبارنا. أهلا بحضراتكم معانا، نكمل أخبارنا بخبر عن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي الذي يستأنف مع فلاي بيرد الاستعداد للمعسكرات الصيفية للأطفال بالمملكة المتحدة وسويسرا والنمسا. المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يقدم بالتعاون مع شركة فلاي بيرد
المعسكرات الصيفية للأطفال لصيف 2024 بالمملكة المتحدة سويسرا النمسا للأطفال من سن 8 سنين حتى الصبية 17 سنة. المركز طلب في بيان له منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. المشاركين مشاركة الأسر في هذه المعسكرات لأطفالهم، وأكد أنها تجربة تعليمية وترفيهية مميزة وممتعة تنمي مهاراته المختلفة. أستاذة جانيت فوزي مدير أكاديمية المركز القبطي الثقافي الأرثوذكسي، مساء الخير يا فندم. مساء الخير، زي حضرتك؟ أهلا بيك يا أستاذة جانيت. الأول قولي لي المعسكرات إيه الجديد في أنشطتها يعني؟ هو المعسكرات الصيفية دي بيبقى واحد من البرامج التبادل الثقافي اللي بيقدمها المركز للأطفال. من سن 8 سنين ل 17 سنة. هي الحياة بتبقى تجربة ممتعة قوي وبتنمي عند الأطفال كتير من المهارات بتاعتهم. هما بيتقابلوا مع ولاد من كل تقريبا دول العالم في كامبات بتقدمها معظم الدول، بحيث ان هي تعرف الأطفال على بعض من مختلف الدول، تعرفهم على المدينة نفسها، يبقى فيه تبادل ثقافي، بيكون فيه أمسيات ثقافية يقدموا فيها مثلا حاجات من العادات والتقاليد والفلكلور بتاع بلادهم، بيتعلموا فيها حاجات جديدة، بيقووا اللغة الإنجليزية، بتبقى مليانة من الأنشطة اللي تقدر تفيد الولاد في العمر ده. طيب قولي لي حضرتك، يعني هل في معسكرات مثلا بتتعمل جوه مصر ولا بتقتصر المعسكرات على الدول الأوروبية اللي ذكرناها؟ لا، هو ما فيش معسكرات من النوع ده دلوقتي موجودة في مصر، لكن في بيبقى المعسكرات الصيفية العادية زي اللي بيعملها المركز برضو للأطفال المصريين جوه مصر. لكن المميز في المعسكرات دي انه الأطفال من معظم دول العالم مفتوح لهم فرصة انهم يروحوا يتقابلوا في مكان واحد، بتبقى إقامة شاملة تحت طبعا رعاية المسؤولين عن البرامج دي، وبيبقى في منهج أسبوعي لكل فئة. يعني هو المعسكرات دي مثلا بتبقى مفتوحة 5 أسابيع أو شهرين خلال السنة للأطفال كلها. الطفل بيحجز أسبوع معين من السنة على حسب الأفواج. طب الأطفال التانيين دول حياتك بتقولي من جنسيات مختلفة، هل اللي موجودين هنا ولا هناك برضو بيعلن فبيجي أطفال من بريطانيا يحضروا المعسكر بتاع بريطانيا؟ هو ده بيحصل، ومش بس من بريطانيا، من أي دولة تانية سواء عربية أو أوروبية أو كده. يعني بيحجزوا معاكوا برضو هنا؟ بتبقى مؤسسة، هي مؤسسة تعليمية عالمية فبتقدم البرنامج بتاعها للدول العادية. اللي يحب يشارك بيشارك بأطفال من بلاده. فهناك بيكون في أكتر من ولاد من كذا بلد، وبيبدأوا ان هم يخشوا في السكادول اللي محطوط اصلا من المؤسسه دي. هي بتبقى مؤسسات معروفه عالميا لانشطه الاطفال، بيحطوا لهم مناهج خلال الاسبوع سواء في الحاجات التكنولوجي مثلا او الحاجات اللي فيها لغه، بيدرسوا حاجات فيها لغه، بيبقى في رحلات خارجيه، بيبقى في امسيات، بيبقى في انشطه كتير. حلو خالص، حلو خالص، ان شاء الله كل التوفيق يا فندم. بشكرك جدا استاذه جانيت فوزي مدير اكاديميه المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي. وأروح مع حضراتكم لاجتماع الحكومة اللي رأسه دكتور مصطفى مدبولي النهاردة. مش الحكومة كوزراء، هو فيه بالتحديد مجلس اسمه المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، ده بعد إعادة تشكيله وبيرأسه رئيس الوزراء شخصيا. حضروا بعض الوزراء الاجتماع، وزراء العدل، التخطيط، المالية، الاتصالات، يعني عدد كبير من مسؤولي الحكومة يعني، وعدد أيضا من المسؤولين. أكد دكتور مصطفى في الاجتماع أهمية دور هذا المجلس في تحقيق مجموعة أهداف، بينها إقرار الاستراتيجية القومية لبناء دولة رقمية متكاملة، اعتماد السياسات والإجراءات والأليات الخاصة بالتغيرات الهيكلية اللازمة لبناء مجتمع رقمي، إلى جانب إقرار سياسات تقديم الخدمات الحكومية الرقمية. طبعا خليني اتناقش في ده مع المهندس أنطونيوس وجيه، رئيس لجنة التكنولوجيا بالمجلس الوطني للتدريب والتعليم، مدرب السلوك التكنولوجي والأمن السيبراني بوزارة الداخلية. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك عامل ايه؟ تمام يا فندم الحمد لله. يعني الحقيقة المجلس ده ممكن تسأل حد يقول لك ايه بيعمل ايه المجلس ده، لكن من الواضح انه عليه مهام ثقال برضه يعني.
يعني مسألة صياغة السياسات الخاصة بالخدمات الرقمية بتاعت الحكومة والموافقة عليها، ومسألة الـ بناء دولة مبنية على الرقمنة، دي مسألة برضو مهمة جدا. طبعا طبعا اوضح لحضرتك، هو طبعا قرار انشاء المجلس ده كان قرار 501 لسنة 2017، واللي اعاد هيكلة هذا المجلس قرار رئيس الجمهورية سنة 511 لسنة 2022. المجلس ده هدفه هو في ثلاث حاجات أساسية، رغم ان هو أهدافه أكثر من 11، ولكن في حاجات ثلاث حاجات أساسية قوي في أهداف هذا المجلس. الجزء الأول هو تفعيل الحكومة الرقمية بالشكل الأمثل اللي يقدر المواطن ياخد خدماته بدون الدخول في أي عمليات تحقق، يعني التحقق يكون تحقق ذاتي من خلال الموبايل، من خلال الكمبيوتر، من خلال الإنترنت. يعني تفعيل الأول حوكمة البيانات بتاعت الحكومة تبقى آمنة، مش أي حد يقدر يوصل لها. تبقى فكرة إن أنا عشان لازم كل 7 سنين أجدد الرقم القومي، لازم أروح عشان أتصور ولازم أحط البصمة بتاعتي وخلافه، ده ممكن في الفترة القادمة يتعمل بشكل رقمي وأنا قاعد في البيت. بس المشكلة يا باشمهندس، معلش خليني أقول لك على المشكلة اللي بتواجهني أنا وكل المصريين. الموظف يا سيدي الفاضل ما لم يأتي له أمر مباشر بالاستغناء عن الورق لا يمكن يطمئن أبدا. يقول لك تدفع رقمي وجيب لي بقى أصل الوصل وتصوره صورتين، وتعمل الشهادة تسجلها رقمي وتجيب لي أصل الشهادة وصورة. مفيش فايدة. تمام تمام. لا من هروح رأيك ده ليه؟ انت قلت لي في لقاء سابق مع الوقت هيبقى فيه فايدة. تمام. انت شايف انه الموظفين مدى قابليتهم لاستيعاب الفكرة دي ايه؟ طيب اوضح لحضرتك، بس هو الاول ما كانش يقدر يستوعب ديت لان ما كانش فيه تشريع يخليه يعمل ده، لكن هو في اجتماع المجلس اللي تم النهارده احد الحاجات الموجوده هو مشروع قانون لعمليه التحول الرقمي في الدوله، انه يقدر يفعل ده بشكل كفؤ. عشان كده بوضح لحضرتك هو في ثلاث حاجات بيشغلين عليها الدوله بشكل كبير قوي في هذا المجلس. الجزء الاول هو تفعيل الخدمات دي ريموتلي، ان انا ابقى قاعد في البيت او قاعد في العمل واقدر انفذ الخدمات بتاعتي بهذا الشكل. الفترة السابقة كانت الدولة بتجمع البيانات من الوزارات وبتجمعها على بعض، من كل بيانات موجودة منفصلة في وزارة مستقلة جمعتها على بعض وتم تنقيح هذه البيانات. طب اسمح لي يا باشمهندس، هو كيف هيكلتها؟ كيف نضمن؟ أصل اللي أنا بكلمك عليه ده ما بين شهر وشهر، يعني البيانات كلها موجودة وما حصلش فيها أي تغيير، ما بين ترم وترم، ما بين فصل دراسي وفصل دراسي، ما بين خدمة وخدمة، ف كيف نضمن ان يتحط بند في القانون ما تطلبوش ورق؟ اوكي هنسمع كلام الرقمنة وهنقول خلاص حضرتك تروح تسجل بال، بس ما تطلبوش ورق بقى، ما تجيبوش برضو. كل الخدمات فيها اوراق، والخدمات اللي فيها اوراق هتستبعد. يعني على سبيل المثال حضرتك تقدر تصدر توكيل رسمي عام بدون ما تلتجئ لاي اوراق، بتعمله كله اونلاين، بتروح بصوره البطاقه بتاعتك، البطاقه بتاعتك. الحقيقه الحاجات اللي تبع وزاره الداخليه ماشيه كويس، لكن انا بتكلم على استيعاب الموظفين في الجامعات، في الحكومه، في الوزارات، في الهيئات، في المدارس. كل ده لازم له تشريع ولازم له تجهيز. هو المجلس ده عمله يا فندم، المجلس حاليا ده عمله، فهو ماشي على ثلاث محاور. المحور الاول الحكومه، المحور الثاني تفعيل الخدمات الخاصه بالاعمال وبالذات موضوع الاعمال ده، لان في مشاكل كتير قوي مع الشركات في هذه النطاق. والجزء الثالث هو الاستثمار الخارجي. يمكن هم اقروا احد المشاريع الخاصه بالكلاود كومبيوتنج او الحوسبه السحابيه، بحيث ان مصر تقدر تستثمر في هذا المجال بشكل كبير. وده استثمار واعد جدا طبعا. بيتكلم في تريليونات وليس بمليارات، يعني طبعا. ده استثمار قوي جدا، ومصر من الدول اللي بيتم من خلالها ان بتدي انترنت لدول اخرى. يعني مصر بيعبر عبر مصر كابلات الفايبر اوبتيكال، كابلات الالياف الضوئيه الخاصه بالانترنت لدول اخرى، فهي مصر مركز لاكثر من 17 دوله. تمام. فبالتالي تبقى مركز قوي جدا لفكره انها تنقل كمان التكنولوجي للدول دي. انا بشكرك جدا يا باشمهندس، شكرا جزيلا. مهندس انطونيوس وجيه، رئيس لجنه التكنولوجيا بالمجلس الوطني للتدريب والتعليم، مدرب السلوك التكنولوجي والامن السيبراني بوزاره الداخليه المصريه. اخر خبر معايا عن الرئيسين الامريكيين الافتراضيين اللي هم بقوا مرشحين يعني بالفعل، جو بايدن اللي حصل على عدد كافي من أصوات المندوبين اللازم للتنافس في الانتخابات الرئاسية، واحتفل بمنشور على منصة التواصل الاجتماعي اكس بوضعه كمرشح افتراضي للحزب
ديمقراطي، وقال في أمام الناخبين الآن خيار يحدد مستقبل هذا البلد، هل سنقف وندافع عن ديمقراطيتنا أم نسمح للآخرين بتقويدها؟ طبعا ده اتهام صريح ومباشر للطرف الثاني الأوفر حظا بأنه هو لا يطبق الديمقراطية. تعالوا نشوف بقى الطرف الثاني، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حصل على العدد الكافي من الأصوات ليتمكن من خوض الانتخابات عن الحزب الجمهوري، وحملته الانتخابية نشرت مقطع فيديو ترامب بيقول إيه فيه بقى: هذا يوم عظيم من النصر، لكن علينا الآن العودة للعمل عشان نجيب أصوات أكتر، لأن لدينا أسوأ رئيس في تاريخ البلاد لابد من هزيمته. ده طبعا الكلمات لدونالد ترامب. هنشوف إيه اللي هيحصل في الانتخابات الأمريكية، ودلوقتي نشوف اللي هيحصل في فقرات الحوار بعد فاصل قصير.